طيب خلينا نتكلم مع حضراتكم. طبعا زي ما قلت لكم امبارح، احنا تابعنا تمرينه الاهلي امبارح، اطمنا الحمد لله على سكواد النادي الاهلي، سكواد كله جاهز. بيرسيتاو يمكن خضع امبارح لكشف طبي عشان تتحدد حالته، لكن تقديري الشخصي مش معلومه، يعني تقديري الشخصي انه حتى لو جاهز ما اعتقدش انه ممكن يكون داخل في حسابات مارسيل كولر على اقل تقدير كاساسي في مواجهه الزمالك. اعتقد انه عوده وسام ابو علي اضافه قويه جدا، حتى لو ما بدأش أساسي، طبعًا الحالة الفنية هيحددها مستر كولر، التشكيل والطريقة هتبان بكرة بشكل كبير، هو النهاردة راحة وبكرة يرجع مرة تانية نادي الأهلي التدريبات، ويمكن في الفترة دي مستر كولر طلب من الجهاز الطبي تقرير طبي مفصل عن حالة كل اللاعبين اللي كانوا على قائمة الإصابات في الفترة الأخيرة. لكن على مستوى الجاهزية والتشكيل أنا ما عنديش شك إنه الأهلي جاهز جدًا 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 للمباراة، وعودة وسام مع وجود كهربا اعتقد يطمنوك بشكل كبير جدا على يعني سكواد النادي الاهلي وعلى قدرات النادي الاهلي الهجوميه. والمباراه دي في حد ذاتها انسى الثلاث ماتشات اللي فاتوا، يعني اللعيبه يمكن الثلاث ماتشات اللي فاتوا ما كانوش في اوقات كده لعيب الكره بيحس انه هو ايه المطلوب؟ المطلوب الثلاث نقاط. طيب تمام جدا، الثلاث نقاط هم باقل مجهود ممكن، لكن في ماتش الزمالك بالنسبه للعيبه قصه غير. يعني ما تحكمش على مستوى لعيبه الاهلي في الماتشات اللي فاتت وتقيس عليهم ماتش الثلاثه اللي جاي ده لو اتلعب ان شاء الله. خليني اقول لكم كمان انه رجوع اصحاب الخبره، يعني خلينا نتفق انه ماتشات الزمالك دي في عدد كبير جدا من لعيبه الاهلي الكبيره خدوها لفترات طويله جدا، وكل النتائج كانت لمصلحه النادي الاهلي. ظهور السوليه في الفتره الاخيره، مشاركته، ظهور ديانج في الفتره الاخيره، رجوع قفشه المشاركه كاساسي في الفتره الاخيره، بالتالي كل ده اعتقد في مصلحه النادي الاهلي في تحضيره يعني لمباريات القمه.